بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بآخر محاضرة وآخر فيديو حكينا عن الـ problems اللي بتنتج عن عملية اللي هو neutral plane shift اللي بتصير عندنا within the commutation process. فهون حنحكي عن solution لهاي الـ problem. في عندنا 3 type of solutions اللي هو الـ brush shifting أو الـ commutation poles أو بسموهم الانتربولز والكومبنسيتنج وايدنجز. بالكورس راح نغطي بس البرش شيفتنج. بالنسبه ل 2 و 3 خلوها يعني قراءه ذاتيه ومش مطالبين فيها. يعني سيلف ريدنج تمام. البرش شيفتنج احنا زي ما حكينا نذكر باللي الحاله اللي صارت معنا انه بصير في عندنا حكينا شيفت لنيوترال بلين في الماشين. لما تكون انلودد بكون نيوترال بلين بهذا الشكل, واذا صارت لودد حسب موتور او جنريتر. اذا جنريتر البلين حيصير له شيفت باتجاه الحركه, اذا موتور العكس فحيكون مثلا عندنا سوري حيكون مثلا هيك فبصير له شيفت. طبعا الفيديو الماضي فسرنا عمليه الشيفت. البرشز المفروض قلنا يكونوا موجودين في المكان نيوترال بلين مشان يعملوا شورت سيركت للكوميوتيتورز لما يكون الاوتبوت فولتج زيرو. فاذا قدرنا نعمل شيفت للمكان تبع البرشز بنكون حلينا هالمشكله. بس طبعا عمليه الشيفت حتكون عمليه صعبه لانه زي ما حكينا لما تكون الماشين انلودد بكون vertical, لما تكون جنريتر بكون باتجاه السرعه, لما تكون موتور بتكون بعكس اتجاه السرعه. فالعملية شوي مش convenient. فهي هي اللي هي brush shifting. إذن brush shifting إذن هي to improve the process of the commutation in real DC machines. مشان نوقف الهدف قلنا نوقف ال sparking اللي بصير للbrushes اللي هو نتيجة ال neutral plane shift. قلنا بصير عندنا sparking وبتتأكل الcommutators. فأول طريقة اللي هي الطريقة اللي قلنا very simple, إذا الـ neutral plane shift معناته بنقدر نغير اللي هو اللوكيشن تبعات الـ brushes تمام. فبالتالي هذا بوقف الـ sparking. طبعا هاي الطريقة قلنا إلها أكثر من مشكلة. أول إشي إنه من الصعب عمليا إنه نعمل هذا الموضوع لأنه الماشين لما تكون يتغير اللود تبعها فبالتالي الـ plane الـ neutral plane حيتغير. طبعاً لازم نعمل تغيير لل المكان للبرشز. هاي أول شغل. وثاني إشي لما يتغير التايب تبعها إذا كانت الأوبريشن تبعها as a motor or as a generator ف is the same thing we have to change. هاي أول نقطة. ثاني نقطة إحنا حكينا برضو من نتائج اللي هو interaction between الروتر magnetic fields مع البول fields إنه بيعمل weakening للflux, بيعمل weakening للflux. إذا استخدمنا الطريقة الأولى لحل هاي المشكلة اللي هي البرش شيفتنج, الweakening للflux أو الflux weakening برضو حيزيد بشكل أكثر. طبعا ليش حيزيد بشكل أكثر؟ هون عندنا الصورة حتوضح لنا الموضوع هذا. لأنه هاي قلنا النيوترال بلين الأصلي وكانت البرشز عليه, فالنيو نيوترال بلين صار بهذا الشكل تمام. فإذا طلعنا عليه إذا بدون ما يكون النيوترال بلين خلينا نحكي أول إشي أول برشز لما كانوا vertical فكانت الـ FP اللي هي magnetic force of the poles أو الستاتر يعني ما آخر عمودي مع magnetic force مع of اللي هو الروتر تمام. فهاي الـ FNET. لكن لما عملنا shifting للبرشز تمام اللي هو على نيو نيوترال بلين هذا اللي هو نيو نيوترال بلين في حيصير برضو عندنا شيفت ل او يعني خلينا نحكي بصير في عندنا روتيشن للماجنوموتيف فورس تبعت الروتر اللي هي الار. هاي اف ار الاف بي ذا سيم بس اللي بصير عندنا انه شيفت في الماجنوموتيف فورس اوف الروتر. فالتوتال ماجنوموتيف فورس بتقل لو لاحظنا هاي الاصليه الاوريجينال وهاي نيو نت ماجنوموتيف فورس فصار في عندنا نقصان في قلتها. طبعا شو سوى هذا النقصان؟
انه لما تيجي نحلل الاف ار نيو هاي لها كومبوننت هوريزونتال وكومبوننت فيرتيكال. الكومبوننت الهوريزونتال تبعتها بعكس الاتجاه الاصلي للماجنوموتيف فورس اوف الستيتر او البولز، تمام؟ فبالتالي هذا بيؤدي الى انه يضعفها. فهذا هنا اللي هو الوصف اللي موجود في الصور، هاي الاولى اللي هي نت ماجنوموتيف فورس لما يكون البرشز ان ذا فيرتيكال بلين، اللي هو الـ قبل ما نعمل شيفتنج للبرشز. والصوره الثانيه اللي شفناها هي نت ماجنوموتيف فورس في الدي سي ماشين لما البرشز ار شيفتد، تمام؟ وشفنا كيف انه بصير في، قلنا حكينا كومبوننت اوف ذا ارميتشر، الارميتشر قلنا الروتر يعني ماجنوموتيف فورس، هي بتعاكس الماجنوموتيف فورس اللي زي ما حكينا الهوريزونتال، هاي حتكون بعكس اتجاه الماجنوموتيف فورس الاصلي، فبالتالي فبتضعفها. فهذا الحل الاول. الحل الثاني والثالث حكينا عنهم هذول المطالعه الذاتيه اللي هم هذا الجزء الكوميتيشن بولز والكومبنسيتنج وايندينجز، فهذول مش حنغطيهم ومش حنكونوا مطلوبات، فهم بس مطالعه ذاتيه. الان حننتقل للسلايدات الاضافيه، بدي افتح عليها. اوكي، هون عندنا اللي هو الكوميتيشن and armature construction in real DC machine. الطريقة اللي بتهم فيها عملية الwinding للروتر of the DC machine بتغير some behaviors أو some، خلينا نحكي parameters في المشين. فإذا loop connection affect the number of parallel current paths. ذاكرين لما اشتغلنا على الفور loop machine اللي هي كانت two pole فور لوب ماشين، وطلعنا اخذنا اكثر من كيس فيها. في يومتها كنا نحكي انه في عنا تو كرنت باث هون، فهذا بنسميه الكرنت باث. فعملية الكرنت باث كم عددهم بحددها طريقة الوايندينج للماشين زي ما حنشوف في هذا الجزء من السلايدات. هسا اول شيء خلينا نحكي عن الروتر كويل. شو معنى الكويل؟ الكويل اللي هو عدد التيرنز NC، يعني احنا كل لفة بنسميها تيرن. عندنا مثلا 20 لفة، ال 20 لفة هذول هم الكويل. فاذا الكويل بيتكون من NC تيرنز، تمام؟ ملفوفات وين؟ على الروتر. هاي اول تعريف، هذا الكويل. عندنا اللوب، اللوب والتيرن نفس المعنى، يعني هاي الوحدة هاي بنسميها اما لوب او تيرن، تمام؟ وفي عندنا الكوندكتر، الكوندكتر اللي هو السايد تبع اللوب، يعني كل لوب بمعنى اخر كم كوندكتر فيه؟ تو كوندكترز. فإذا في عنا ثلاث أشياء مهمات. أول إشي هي الكويل، الكويل اللي هو قلنا اللوبس ومع عددهم، يعني خلينا نحكي مثلا أجي أحكي عندي كويل بتكون من 20 لوب، 20 لوب، فمعناته أنا في عندي لوب لفيناه 20 مرة، هذا بنسميه كويل. اللوب اللي زي ما حكينا عنها اللوب أو تيرن اللي هي اللفة الواحدة الكاملة، واللينك والكوندكتر النمبر أوف كوندكتر، كل لوب عندها تو كوندكترز اللي هم السايدز تبعات اللوب. في معظم الماشينز اللوب هاي او التيرنز زي ما حكينا بيكون شكلها دايموند شيب زي ما احنا شايفين بهاي الفيجر. وهاي الدايموندز ويل بي انسيرتد انتو ذا ارميتشر سلوتس زي ما حنشوف الصوره هنا، بكون هنا في عندنا سلوتس للارميتشر وبصير عمليه اللف حوالينها. فهاي فكرة أو يعني التعريفات المرتبطة في الكويلز قلنا الكويلز والتيرنز والكوندكترز. فهون عندنا الروتر كويل زي ما حكينا each coil consists from number of turns أو loops، فكلمة loop أو turn نفس المعنى، فكل كويل فيه مجموعة من الترنز أو اللوب أوف أوير. طبعا each side of a turn is called conductor. السايد الواحد من اللوب او التيرن اللي حكينا عنه هذا بنسميه كوندكتر وهذا بنسميه كوندكتر. فمشان هيك التوتال نمبر اوف كوندكترز ان دي سي ماشين او في الماشين شو بيساوي؟ بيساوي 2 في سي في ان سي، بحيث انه زي قلنا هي النمبر اوف كوندكترز، السي نمبر اوف كويلز، تمام؟ النمبر اوف كويلز، والان سي اللي هي نمبر اوف تيرنز بير كويل. لما نضرب ال NC في C فبيطلع معنا the number of loops، بعدين نضربه في 2 بيطلع معنا the number of conductors. طبعا الكويل
typically في الديس في الماشينز سبان 180 الكتريكال ديجري. شو معنى الكتريكال ديجري 180 الكتريكال ديجري؟ هذا معناته انه السايدز تبعات اللوب بيكونوا اندر اوبوزيت بولاريتيز. يعني اذا كان عندنا لوب مثلا هاي 1 هذا لوب 1 وهذا 1 برايم، تمام، بكون عندنا البولاريتي على السايد هذا عكس البولاريتي على السايد هذا، فهذا معناته الكويل سباين 180 الكتريكال ديجري. طبعا ذا ريليشن شيب بتوين الكتريكال اند ميكانيكال انجل، الميكانيكال انجل هي الانجل بين البولز. يعني احنا مره ماضيه لما اخذنا تو بول دي سي ماشين اللي هي كان مثلا عندنا نورث وساوث، كان كم الزاويه الفعليه بيناتهم اللي 180 درجه. ممكن ناخذ ماشين فور بول اللي هي مثلا نورث ساوث نورث ساوث، فبتصير الزاويه مثلا 90. هاي ميكانيكال انجل. وفي عندنا الكتريكال انجل اللي هو حكينا عنها اللي هي العلاقه اللي هو السايدز اندر اوبزيت بولاريتيز، اللي هي لما يختلف البولاريتيز واحد بيكون بوزيتيف واحد بيكون نيجاتيف. فاذا العلاقه بين الثيتا الكتريكال والثيتا ميكانيكال ايش تساوي؟ ثيتا الكتريكال تساوي بي اوفر 2 على في ثيتا ميكانيكال، بحيث بي هي نمبر اوف ماجنتيك بولز. فلما زي ما حكينا لما يكون عندك 2 ماجنتيك بولز قديش الميكانيكال 180 والالكتريكال برضه 180، لانه البي نمبر اوف بولز هون قديش عندنا هاي 1 نورث و1 ساوث، فبي ايكوال 2. طيب لو مثلا كان عندنا بي ايكوال 4، تمام، الثيتا ميكانيكال قديش حتكون؟ قلنا 90 درجه. الثيتا ميكانيكال حتكون 90 درجه، طبعا 4 اوفر 2 اللي هي 2 2 في 90 برضه الثيتا الكتريكال حتضلها 180 درجه، تمام. فهاي اذا العلاقه اللي بتربط الالكتريكال انجل والميكانيكال انجل في الماشينز. طبعا زي ما حكينا لما الكويل او الكويل يعمل سبان ل 180 الكتريكال ديجريز، شو معنى هذا الكلام؟ انه the conductor then the voltage in the conductors will have the same magnitude but different direction. يعني بكون واحد فيهم عكس الثاني، لأنه بكون واحد فيهم تحت النورث بول واحد تحت الساوث بول، فبكون الماجنتيود تبعهم is the same بس البولاريتيز بتكون مختلفة. زي ما اشتغلنا في مثال اللي هو كان فور لوب تو بول سيستم، تمام. اذا كنا اشتغلنا كان مرة يطلع معنا into the page ومرة out of the page، اللي هي الصورة انا جبتها منه مشان نذكر فيه انه ايش معنى هذا الكلام. هسا بعدين نحكي عن ال connections to the commutator segments اللي هي عملية الربط بين الاطراف اللوب وال commutator segments مشان نعمل عملية ال commutation process. عملية الربط في اكثر من طريقة، حنحكي عن طريقتين ونشوف شو الفروقات بيناتهم. اول اشي في عنا تعريف اللي هو الكوميتاتر بيتش، تمام. شو الكوميتاتر بيتش؟ اللي هي العدد number of segments between the commutator segment to which the two ends of a coil are connected. يعني نفس الاشي، نرجع على مثال اللي هو تبع الاربعة كويلز. كان في عنا الكوندكتر واحد وواحد برايم، واحدة مربوطة على قلنا كوميتاتر A segment commutator segment A، والون برايم مربوطة وين؟ على commutator segment B. فكم عدد السيجمنتس بتوين التو اندز اوف ذا كويل، يعني بين الكويل ورقم واحد، هذا كله كويل رقم واحد، اتفقنا. فكم عدد الكوميوتر او كم المسافه بيناتهم؟ هاي واحد، هاي بسموها واحد. يعني ما زي كانك تحكي مثلا المسافه بين 2 سنتيمتر و1 سنتيمتر، المسافه بيناتهم 1 سنتيمتر، تمام. نيجي على 2 مثلا و2 برايم اللي هو بتوين بي وسي، برضه كم المسافه بيناتهم؟ واحد. فهذا بنسميها الكوميوتر بيتش، أو اللي هي ال YC اللي هي number of segments between the commutator segment to which the two ends of coil are connected. فطبعاً هذا بيعتمد على طريقة اللي هو ال winding لل coils. إحنا حنحكي عن two types اللي هو ال lab winding وال wave winding. فأول إشي بنبلش بال lab winding أو إلى أحيانًا نسميها simplex. ففكرتها بسيطة اللي هي ال simplex winding consisting of coils with the two ends of each coil coming out at adjacent commutator segment. يعني لو مثلا خلينا نحكي هاي commutator segment C وهاي C plus 1، فبكون المسافة بيناتهم يعني معنى آخر 1. طبعا في عندنا طريقتين للتوصيل، ممكن يسموها انه تمشي لقدام فهي بسموها progressive rotor winding،
او العكس، يعني تبلش من قدام وترجع لورا من سي بلس 1 لسي، فها بسموها ريتروجريسيف روتر وايندنج. تمام، بس بالحالتين عندنا واي سي الماجنيتيود تبعتها واحد. طبعا هون واي سي حتساوي واحد، وهون واي سي حتساوي ماينس واحد. فاذا هاي الطريقه بنسميها سمبلكس وايندنج، او لاب وايندنج، لاب وايندنج او سمبلكس وايندنج. فهاي هي الفكره فيها. فباللاب وايندنج ان جنرال او السمبلكس، يعني النمبر اوف بارلل كرنت باثس ايكوال النمبر اوف بولز ان ذا ماشين. يعني كم بول عندك في الماشين بكون في عندك نمبر اوف كرنت باث. مثلا في المثال تبع الفور لوبس تو بولز، كان في عندنا تو بولز، فطلع عندنا تو كرنت باث. هاي اذا كانت طريقة اللف اللي هي قلنا اللي هي لاب وايندنج. طبعا هاي واضح انها لاب وايندنج. فاذا اول ملاحظة عندنا النمبر اوف كرنت باث ايكوال نمبر اوف بولز. فلو كان مثلا في عندنا 4 بولز حيطلع عندنا 4 كرنت باث. هاي اول شغلة. ثاني شغلة، اذا كان في عندنا النمبر اوف كويلز اللي هو سي، تمام، وعدد الكوميوتيتر سيجمنتس طبعا بيساوي النمبر اوف كويلز اللي هو نفسه سي، وعندنا بي اللي هي النمبر اوف بولز. اذا في عندنا سي كويلز اند كوميوتيتر سيجمنتس وفي عندنا بي بولز، ذن العدد الكويلز الموجودات in each parallel path شو بيساوي؟ بيساوي C over P. يعني مثلا برضو نريد نرجع هنا عدد السيجمنتس وعدد الكويلز اللي هو 4، في عندنا 4 كويلز و4 كوميوتيتر سيجمنتس، وعدد البولز 2. فإذا بدنا نعرف كم عدد الكويل في كل path، هذا قلنا سمينا path 1 وهذا path 2، وكم عدد الكويل في كل path، هي C over P. فور اوفر 2 بيطلع 2. وفعلا هي عندنا الكويل الاول وهي الكويل الثاني. طبعا هذا الذكر الكويل بتكون من 2 كوندكتورز، او الكويل من 2 من عدد التيرنز، والتيرن بتكون من 2 كوندكتور، فهذا كوندكتور وهذا كوندكتور. تمام، فاذا هاي هي العلاقه بين النمبر اوف كويلز ان ايتش بارالل باث. طبعا عدد البرشز برضه اللي بكون مطلوب معنا equal P اللي هو عدد البولز. تمام، عدد البرشز هو بيساوي عدد البولز. طبعا هذا في اللاب وايندنج. اللاب وايندنج اللي حكينا عنه سيمبلكس، احيانا بكون في عنا دوبلكس، او احيانا بكون بشكل عام امبلكس، يعني بكون في عنا تكرار لهاي العملية. فبصير العملية انه كالتالي، بصير البيتش الكمبيوتر بيتش اللي هي بلس ماينس 2، طبعا بلس اذا كانت بروجريسيف، وماينس 2 اذا كانت ريتروجريسيف. تمام، وبشكل عام اذا كانت امبلكس لاب وايندنج، تمام، فالواي سي حتصار ايش تساوي؟ بلس ماينس ام. يعني لو كان مثلا 3 بلكس او 4 بلكس او وات ايفر، بكون عندنا الواي سي مثلا بلس 4 اذا كانت بروجريسيف، وماينس 4 اذا كانت ريتروجريسيف. هذا بالنسبة للواي سي، بالنسبة او اللي هي الكوميوتيتر بيتش. العلاقة الثانية اللي هي البارلل باث او النمبر اوف كرنت باثس. اذا كانت النوع المشين لاب وايندنج، فالنمبر اوف البارلل باث بيساوي ام في بي. اذا النمبر اوف كرنت باث ان ماشين بيساوي هاي اذا كانت ملتيبلكس اللي هي الام، تمام، فاي ايكوال ام في بي. تمام، بحيث انه P اللي هو number of poles، M اللي بلكس، يعني لو كانت مثلا دوبلكس وكان في عنا 2 poles، فبيطلع عنا 4 current path. تمام، اطلع عنا 4 current path and so on. الطريقة الثانية اللي بسموها wave winding او series، اللي هي بيكون عنا there are only 2 current path and there are C over 2 windings in each current path. يعني بغض النظر عن عدد البولز، في عنا عدد الكرنت باث دائما ثابت اللي هو 2، وعدد الكويلز in each winding path بيكون اللي هو C over 2. تمام، طبعا الواي سي او هي الكوميوتيتر بيتش في الويف وايندنج، الويف وايندنج اذا كانت سمبلكس ويف بتكون 2C plus minus 1 في P. طبعا البلس لما تكون عندنا بروجريسيف، والماينس لما تكون عندنا ريتروجريسيف، والبي از ذا سيم اللي هي البويل، والسي اللي هي نمبر اوف كويلز.
وثاني إشي النمبر اوف كرنت باث اللي هي ايه بتساوي 2 في ام، 2 في ام ما لها علاقة في بي، فهي 2 في ام اذا كانت مالتيبلكس، يعني نفس الإشي زي ما باللاب عندنا سيمبلكس دوبلكس وثيربلكس اند سو اون، بالويف برضو في عندنا مالتيبلكس، يعني في عندنا سيمبلكس وفي عندنا دوبلكس اند ذا سيم ثينج. فاذا ايه هنا اللي هو نمبر اوف بارلل باث بيساوي 2 في ام اللي هي الام بليكس اوف الويف وايندنج. فهذول هم الطريقتين، طبعا في ديتيلز اكثر عليهم هذول الطريقتين لللف، يعني كيف ان يعني الديتيلز تبعتهم هاي. فهون حطيت لكم لينك لثلاث فيديوهات نفس الاشي، موضوع قراءة يعني ذاتية، واحنا اللي بدنا اياه بس الاشياء اللي اخذناها، يعني المعادلات اللي كتبناها هون هي المطلوبة منا، وهذا بس للي حاب يشوف الاشياء يعني فيها فيجواليزيشن اكثر ويشوف كيف الديتيلز اكثر لهاي الديفرنت وايندينجز. يعطيكم العافية.